السلام عليكم، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ اليوم خرجنا من الروتين ديال الكوزينه اللي كنطيبو دائما تنطيبو. اليوم ما غنطيبوش، غنتفكروا راسنا شويه. غادي نصايب واحد الدواء ديال الشعر اللي قسما بالله الا مجرب ما شاء الله الا غزال الا السيده اللي مجرباه عطاتو ليا انا عارفه شعرها تبارك الله كي داير. مكونات بسيطه جدا ولكن راه ما شاء الله راه هائل. انا غنصايبو لشعري لان انا شعري كله تيطيح، معرفش من نقص التغذيه ما كناكلش مزيان، داكشي علاش انا شعري تيطيح بزاف. غادي نحتاجو فيه ساهل، مفيش شي حاجه اللي صعيبه. غنحتاجو فيه اليازير، من اليازير طري خضر، بسم الله، كنديرو في كاسرونه، وعندنا بصله حمراء، وعندنا ثلاثه الريوس ديال 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 الثومه، وعندنا زجلان، وعندنا الحبة السوداء اللي هي تيقول لها حبة البركة وكيقول لها حبة السوداء، كل واحد شنو تيقول لها. كاين كيقول السانوج، المهم ها هي هادي. غنحتاجو حتى هي تقريبا هنا جوج المعالق كبار، سمحوا لي ما ذكرتش لكم المقادير شحال، جوج معالق كبار ديال الحبه السوداء وجوج معالق كبار ديال الجزلان وبصله وحده وثلاثه الريوز ديال الثوم. كنديرو كلشي هنا، كنديرو عليهم الماء تقريبا واحد اطرلارو ديال الماء تقريبا بحال هكاك. طيب انا خليتو، انا خليت الماء عدرتو بهذا الشكل هذا، وغادي نديرو فوق البوطه واحد 10 ديال الدقائق. غنخليه تيغلي 10 ديال الدقائق، ومن بعد غادي نخليه ملي غادي يغلى وغادي يبرد غنصفيه وغنديرو في واحد البخاخ، وغنبقى نديرو حتى لخمسة المرات في النهار شعري. فين ما كنبقى شعري ينشف كنعاود كنديرو، تنخليه حتى يومين ثلاث ايام شعري عاد نغسلو. فين ما كيبان لك شعرك كتشف كتعاودي ديري، راه ما شاء الله عليه، راه البنت اللي كديرو قسما بالله الا مجرب وانا شايفاه بعيني كيفاش مجربه شعرها ما شاء الله كيفاش دايره غزال. وهذا الشيء كله ماشي مضر، كله فيه فوائد. ديرو في البوطه غادي يغلي واحد 10 ديال الدقائق غنطفيه. ودابا غندوز معكم باش نحضر معكم واحد الماسك، واحد هذا قماش وماسك نفس الوقت اليدين. يدينا صراحه يدينا بعدا حالتهم عشقه، ما كنحتاجو حاله ديال شنو غنديرو في هاد الماسك. عندنا الروز مطحون بودره، كنخليو شويه هكا في شي حبيبات باش غنديرو بيه القماش، وعندنا حمص حامضه، وانا غنستعمل معاه هاد الكريم. غنستعمل معاه هاد الكريم شويه ديال الكريم، لانه علاش غنستعمل معاه الكريم؟ لان الروز كينشف، داكشي علاش انا بغيت ندير الكريم. اولا تمكن لكم ديروا زيت العود، اللي عنده زيت ارغان ولا زيت العود، المهم الزيوت كامله كتصلح مع هاد القماش هذا في اليدين باش حيت الروس ينشف. وهاد القماش هذا تقدري تستعمليه حتى للوجه ماشي غير اليدين. ان شاء الله ندعو على بركة الله. غنستعمل دابا غير جوج ديال المعالق كبار، وعلى حسب الكميه اللي باغي يديرها. تقدر دير بيه قماش يعني الجسم كامل ماشي غير اليدين ولا الوجه، ولا كيخلي لا بور طبره بزاف. وملي كديرو كتسالي كتعاودي ديري موراه كريم، ملي كديري تغسلي ويديك وتنشفيهم تعاودي ضروري دير الكريم، لان الروس فيه واحد النشا اللي كينشف. ندير واحد نص حامضه، علاش كنديرو الحامض؟ الحامض تيبيض بحال بحال الروس، لان حتى الروس تيبيض. يعني تقريبا واحد جوج معالق ديال الحامض، كنا نخرجو شويه من الطياب ونبداو نديرو وصفات شويه اللي هما بساط اللي كيكونو عندنا في الدار. وغادي ندير هاد الكريم، كنخلط مزيان،
عندك كريم كامل، غنخلطو مزيان مع هاد الرز وغنجربو معاكم دابني. غادي نجربو في يدي، كيجي ما شاء الله صراحة كيبيض وما تيخليش ديك الخلايا الميتة اللي كتكون عندنا في الجسم، كيكون زوين بزاف. انا غنجربو معاكم دابا نيس كنحطو على يدنا وكنبقاو كنديرو هكا كنخليه حتى كينشف. غنخدم غير يد وحده باش نوريكم الفرق اللي كيعطي في البلاصه، يعني بلا ما تاخدي وقت كثير ولا شي حاجه. كنتمنى تجربوه وما كيعجبكم، انا متاكده انه مزيان. هذا انا مجرباه بزاف ديال المرات صراحه، الله مجرباه انه غزال. الرز معروف عليه انه مزيان البشره، غير هو المشكل ديالو كينشف، خاص اللي يعرف يخدمو ضروري خصو يحط موراه الكريمات. نخدمو مزيان بحال هكا، نخليه ينشف لانه الا بغينا مثلا نديرو نخليه واحد 5 ديال الدقائق في لابو ديالنا كينشف، كيحيد لينا كاع الخلايا الميتة الوساخ كلشي تيحيدو، تيخلي حتى شي حاجة وكيخلي لها بورت با. انا غنغسل يدي وغنوريكم باش كيتكتبو. كان كنحيدو القماش كنشفو يدينا وفي نفس الوقت كنديرو الكريم، كندهنو يدينا بالكريم. علاش كندهنو يدينا بالكريم؟ لأن باش مينشفوش، إلا مدهناش بالكريم يدينا تينشفو ولو كنديرو داك القماش، لأن الرز تيشرب بزاف. نهضر شويه في راسنا اللي تقرب ويدينا حالتهم، كنا قاعدين غير الشطه باش نوريكم من يعجب لينا واحد الوقت موجود شي حاجة. أنا عندي هاد البخاخ هذا هو اللي عندي، كان عندي ديال الأنتي باكتيريا غسلتو وخليتو غنستعملو، ما عنديش لاخر لي ترونسباغو باش غيبين، ولكن حتى هذا راه مزيان، حتى هذا نقدر نخدمو.
الماء غادي نطفيو عليه وغيبرد لينا الاعشاب اللي غادي نديرو لشعرنا. غنصفيوهم وندوزهم في هاد الصفايه وغادي نعمرو هاد الوخاخ ديالنا. ملي غنعمرو غنديروه في الثلاجه يبقى كيبقى عندنا لمده اسبوع مثلا، ما عنده ما يوقع ليه شحال ما بقى يطلق يبقى مزيان. كنحطوه هنا في الماء تينشف شعرنا تنشف، راه مخير ما شاء الله. ما هو غلى لينا غنخليوه حتى يبرد، نخليوه حتى يبرد باش يطلقوا لنا كاع الفوائد اللي في هاد الاعشاب هادو تيبردوا. وغادي نصفيهم ونرجع معاكم ان شاء الله باش نكملوا باش نصفي على هذوك الاعشاب. بعد ما برد لينا تقريبا شي ساعة برد، تقدر تخليه حتى الصباح يعني تقدر يبات الليلة كاملة. أنا غير حيت كنصور معاكم بغيت نوريكم كيفاش كيجي اللون ديالو، وما تقدري تخليه يباتو في هاد الأعشاب حتى الغد لي عاد تصفيه. ها اللون ديالو كيفاش كيجي، وبلي كيبات راه كيطلق مزيان. أنا غنعاود نخليه في هاد الأعشاب حتى الغدا إن شاء الله، عاد يمكن ليا باش نصفيه ونديرو في هاد الوخاخ هدا ونستعملو شعري ان شاء الله غدا ان شاء الله بحول الله الا بغى الله. راه مخير وكنتمنى تجربوه وتردو عليا ان شاء الله. ولا عجبتكم المحتوى ديالي ما تنساونيش باللايك ودعموني، وكنشكركم بزاف وفضلا وليس امرا وخليتكم على خير. سلامة، باي باي.